ميدو، ما هي آخر أخبار ملف الترشيحات المطروحة على مستوى ألفاف؟ نعلم جيدا بأنه تم رفض 3 ملفات، وليد صادي، عبد الكريم مدور، ومزيان إغيل، لأسباب مختلفة. لو تشرح لنا الأسباب على عجالة، وتقول لنا ماذا سيفعل هؤلاء من أجل إعادة طرح ملفاتهم. اولا ما هوش رفض نهائي، يعني رفض مؤقت، وعطاو لهم مهله لغايه يوم غد الثلاثاء 5 سبتمبر لاستكمال الملفات. نبداو بالمرشح الاول مزيان إغيل، ما قبلولوش التفويض اللي عطاوه له وداديه قدامى اللاعبين، بما انه ما هوش رئيس هذه الوداديه، دونك القانون ما يخولوش انه يترشح. المرشحين الاخرين اللي هما وليد صادي المانجر العام السابق ونائب رئيس السابق للاتحاد الجزائري لكره القدم، يقولوا ما عندوش شهاده مطابقه لما هو مطلوب في الملف، ملف ترشح، وحتى الاعضاء اللي معاه اللي رشحهم عددهم يكون 18 على ما اعتقد من اجل تشكيل مكتب فيدرالي، يقولوا باللي فيه العديد من الاعضاء اللي ما عندهمش، لكن يقولوا بانه شهادات. نكمل لك فقط، عنده شهاده عليا من تونس. نعم، يقولوا باللي عنده انتياس من تونس اللي هي تقني سامي. نعم. تقني سامي، لكن ميم سي لراك لو بروبليم هذا تاع انتياس يولي ايكيفالون شهاده الجامعيه، عنده مشكل ايضا في الاعضاء اللي معاه في مكتب المرشحين المكتب الفيدرالي، كاين اعضاء كثر ما عندهمش المستوى، مع احتراماتنا للناس، حنا ما راناش هنا نقطعوا في الناس ولا نقللوا من شان الناس، انا نتحدث امور واقعيه. نعم. فقط ما عندهمش الشهادات المطلوبه من اجل الحصول على المنصب في والترشح لرئاسه الاتحاد الجزائري لكره القدم، نفس الشيء بالنسبه لرئيس الرابطه الحاليه سي عبد الكريم مدوار. لذلك تم كيف نفس الشيء، نفس المشكل اللي كان وقع فيه صادي، ونفس المشكل اللي وقعوا فيه هو ما عنده شهاده جامعيه، يعني شهاده مطابقه لما تطلبه القانون، قانون ترشح. وكذلك بخصوص مدور، عندي سؤال، مدور انسان متمرس في كره القدم الجزائريه ويعرف جيدا القوانين، مدام مدور يعرف بانه ملفه سيرفض لانه لا يملك مستوى جامعي، والبعض في التسريبات قال بانه مستواه السنه التاسعه اساسي، هذه المعلومه تبقى للتاكيد او للنفي، يعني مدام مدور يعلم بهذا الشرط ويعلم بانه لا يمتلك المستوى الجامعي، بين قوسين ميدو، يعني لماذا يفضح نفسه حتى تتحدث عنه الناس بسوء ويقولون كيف لي فوغون غاسي زاسكي لو يابارتي، انا هضروا الحق. نعم. الواقع ما دام ترشحوا اشخاص هو على باله بلي ايزون با، حتى هو كان صرح بها وقالها في في اليوم تيراج تاع شامبيون، قال لك يا يتم قبول الجامع يا رفض الجامع، هنا عنده الحق، يا تقبلوا الناس كاع تقبل، دوس على القانون وتقبل الناس. لا، وكيف دير ثلاثه مرشحين ما عندهمش طبق القانون، ما هو ما ترفضهم في ثلاثه. اي والله ترفض، هو ترشح، لذلك انت ما رفضت الملفات في ثلاثه. اليوم لم تجبني على سؤال، طلب وشنو سؤال بأنه عبد الكريم مدوار يعلم بأنه ملفه سيرفض، حتى الأشخاص الآخرين كانوا يعلمون بأن ملفهم سيرفض وترشحوا، علاش نحاسبوا هذا وخليوا هذا؟ لا لا لا، الأشخاص الآخرين، الأشخاص الآخرين رفض ملفهم بالنسبة لوليد صادي، قالوا له الأعضاء اللي موجودين معك اللي ما عندهم شهادات جامعية، وبالنسبة لإغيل مزيان قالوا له بأنه لازم تكون رئيس الودادية، وهو ما تم أمس، سنعود إلى ذلك بعد قليل. لكن بالنسبة لمدور المشكلة في شخصه، ليست لا في منصبه ولا في تاريخه ولا في الأشخاص الموجودين معه، المشكلة في شخصه، يعني هو قال وكأنهم قالوا بأنك لا تملك المستوى لتكون رئيسا لألفاف. في الكومونيكي تاع لافاف يقول لك يا خلينا لك الكريتير، الكومونيكي اللي داروه مو بعد رفض الملفات، كوميسيون الكتورال تاع علي مالك وفيها دبيشي، يقول لك اسمع مليح، يقول لك اللي تروا كونديدا عندهم منا لو 5 سبتمبر باش يكونوا كونفورم مع الكريتير تاع الترشح. في الكومونيكي ماشي مذكور علاش مرفوضين هاد الاشخاص في ثلاثه، لكن الصحفيين عندهم معلومات عندهم مصادر. بالكومونيكي اللي قالته الاتحاد الجزائري لكره القدم، قال لك نعطيهم اسبوع لمطابقه الشروط. لماذا تغطي الشمس بالغربال الان؟ ماشي تغطي الشمس بالغربال، نوار سور بلون. بالكومونيكي تاع لافاف لما تم رفض الملفات الثلاثه، ماذا فعل إغيل مزيان حتى يصحح وضعه؟
ذهب للحصول على رئاسة الودادي، ودادية قدماء اللاعبين. هادوك يخليك الودادية غير قانونية، اجتماع تاع خليني نكملك. قانوني أو غير قانوني راح نوصلوا لها. لكن ماذا فعل هؤلاء الثلاث؟ أنت لما الاتحادية قالت لهم عندكم من 5 سبتمبر حتى تصحوا الوضع، ماذا فعل هؤلاء الثلاث؟ وليد صاد يجري الآن لتغيير بعض أعضاء طاقمه الذين لا يمتلكون شهادات جامعية. مزيان إغيل ذهب لترأس الودادية، ودادية قدماء اللاعبين، حتى يصبح له تفويض من أجل الترشح، بينما مدوار لا يستطيع فعل أي شيء لأنه مكبل اليدين، لأنه قلت لك المشكلة فيه. هذا هو حتى الأعضاء اللي مدوار تفضل وش قدم. شوف المشكل، مدوار ترأس الرابطة كانت نفس الشروط. نعم يا فتح. نفس الشروط. وش قلت أنا في البداية؟ نفس الشروط، لازم تكون عندك شهادات جامعية. كيفاش في ذاك الوقت قبلت مدور يترشح ودوك ترفضوا، واليوم ترفضوا؟ هذاك الوقت واش قدم مدور؟ قدم البطاقة البرلمانية. كمل باش ما نروحش. احنا تكلمنا عليها هذاك الوقت، تكلمنا عليها في 100% فوت، تكلمنا عليها. قدم البطاقة البرلمانية اللي هي لا توازي شهادة جامعية. وشكون يعطيك ليكيفالونس؟ الوظيفة العمومية، ما كاين حتى واحد يملك ليكيفالونس ابار الوظيفة العمومية. ولكن السؤال مطروح اليوم، انت ما عارفين بالشروط باش تكون عضو في المكتب الفيدرالي، لازم تكون عندك شهادة جامعية. علاش هاد الاعضاء هذوما اللي راهم مع صادي ولا مع مدور ولا مع مزيان ما عندهم شهادات جامعية ودخلتوهم سيدي بريزيدونت ليغ؟ نعم سيدي بريزيدونت ليغ لا ماجوريتي. ما عندهمش الشهادات الجامعية. شنو نقول لك سيدي بريزيدونت ليغ؟ ما دخلهمش. راح نوليو في هذيك تاع ازدواجية المناصب، راح نوليو في نفس الشيء. ممنوع. إذا كانت البطاقة البرلمانية ما عندهاش ليكيفالونس تاع شهادة جامعية، الشروط تاع المدور راح تلغى. ولكن هنا نطرح السؤال، لماذا قبلتوه في رئاسة الرابطة؟ هذا ما كان. لا لجنة الطعون ما طعنتش، وحتى الرئيس اللي كان حاكم لجنة الترشيحات قبل هذا. نعم ساعدي لك. اسمح لي رشيد، لكن بعد أن تكلمنا عليها هذاك الوقت، تكلمنا عليها في 100% فوت، تكلمنا عليها. قدم البطاقة البرلمانية اللي هي لا توازي شهادة جامعية. وشكون يعطيك ليكيفالونس؟ الوظيفة العمومية، ما كاين حتى واحد يملك ليكيفالونس ابار الوظيفة العمومية. ولكن السؤال مطروح اليوم، انت ما عارفين بالشروط باش تكون عضو في المكتب الفيدرالي، لازم تكون عندك شهادة جامعية. علاش هاد الأعضاء هذوما اللي راهم مع صادي ولا مع مدور ولا مع مزيان ما عندهم شهادات جامعية ودخلتوهم سيدي بريزيدونت ليغ؟ نعم سيدي بريزيدونت ليغ لا ماجوريتي. ما عندهمش الشهادات الجامعية. شنو نقول لك سيدي بريزيدونت ليغ؟ ما دخلهمش. راح نوليو في هذيك تاع ازدواجية المناصب، راح نوليو في نفس الشيء. ممنوع. إذا كانت البطاقة البرلمانية ما عندهاش ليكيفالونس تاع شهادة جامعية، الشروط تاع المدور راح تلغى. ولكن هنا نطرح السؤال، لماذا قبلتوه في رئاسة الرابطة؟ هذا ما كان. لا لجنة الطعون ما طعنتش، وحتى الرئيس اللي كان حاكم لجنة الترشيحات قبل هذا. نعم. ساعدي لك. اسمح لي رشيد، لكن بعد أن